ازيك؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده هنعمل وصفه سهله وسريعه، مش هتاخد مننا وقت، وعايزه اقول لكم ريحتها وطعمها حاجه كده وهميه. خليكم معايا عشان تشوفوا ايه المكونات بتاعه الاكله بتاعتنا النهارده، وبجد هتعجبكم جدا، هتعجب الولاد بطريقه هيطلبوها منكم على طول. خليكم معايا، ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب. بعد النهارده اكله سهله وسريعه ومش هتاخد وقت. معايا هنا دي فلفلايه حمراء، لو عندكم فلفل اخضر رومي ممكن تحطوا واحده. معايا هنا بصلايه كبيره، بس كبيره او بصلتين متوسطين. معايا هنا فصين ثوم، ومعايا طماطمايه انا عندي كانت مبشوره ومحطوطه في الفريزر فطلعتها. لو عندك طماطم عادي اللي هي الفريش مفيش مشكله خالص. كده كده احنا هنحطها في الخلاط. هحط الفلفلايه الحمراء، ولو في اخضر هنحط البصلايه الكبيره او الاثنين متوسطين. هنحط فصين الثوم، وكمان هننزل بالطماطم اللي مبشوره عندنا، وهنضرب الكلام ده كله في الخلاط. ضربناهم كويس، الفلفل والبصل والطماطم والثوم. وزي ما قلت لكم لو حابين تحطوا فلفل اخضر لو متوافر، او حابين تحطوا فلفل حامي. معايا هنا بقى نص كيلو من اللحمه المفرومه، وانا ضربت المكونات بتاعتي لغايه ما نعمتها كويس جدا. كمان هبتدي انزل عليهم بشويه من التوابل. معايا هنا نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من السبع بهارات، ربع معلقه من البابريكا، ربع معلقه من القرفه، والملح طبعا على حسب الطعم. هنزل بكل التوابل دي على اللحمه المفرومه بتاعتي، وابتدي ان انا اعجنها كويس وادخل كل المكونات في بعض. عايزه اقول لكم ريحه التوابل مع الحاجات اللي احنا فرمناها مع اللحمه المفرومه حلوه جدا جدا جدا. ندخلهم بقى كده كلهم في بعض ونشوف هنعمل ايه الخطوه اللي بعديها. دخلت كل المكونات وعجنت الكفته بتاعتي او اللحمه المفرومه بتاعتي بكل المكونات لغايه ما ادمنت. هركن بقى اللحمه المفرومه بتاعتي دي على جنب، وابتدي ان انا اجيب ثلاث بطاطسات انا مقشراهم ومقطعاهم. بصوا حلقات كده صغننه، او نص حلقات، او صوابع، او يعني اي تقطيعه، المهم تكون رفيعه كده ما تكونش تخينه. دول ثلاث بطاطسات انا قشرتهم وقطعتهم وغسلتهم كويس جدا، وتعالوا نشوف على البوتاجاز هنعمل فيهم ايه. معايا هنا صينية أو طاسة أو أي حلة، حط فيها هنا معلقة من السمنة أو من الزيت زي ما تحبوا. أول ما تبتدي إن أنا تسيح هبتدي إن أنا أحط المكون اللي هو البطاطس اللي إحنا قطعناها رفيع. خلاص السمنة معايا خلاص ساحت وابتدت إن هي تسخن، هبتدي أنزل بالبطاطس اللي كنت مقطعاها زي ما وريتكم، وهبتدي بقى إن أنا أشوح فيها لمدة 5 دقايق. بنفضل نقلب في البطاطس كده 10 دقايق، وبعد كده هبتدي انزل عليهم ببصلايه صغيره خالص نقطعها شرايح، وبرده هشوحها مع البطاطس كده لمده 5 دقايق كمان. شوحنا البصل مع البطاطس، ونفس التوابل اللي احنا حطيناها على الكفته او خلطه اللحمه المفرومه هنحطها هي تاني. بابريكا وقرفه، شويه ملح، وسبع بهارات، وفلفل اسود. ننزل التوابل كده على البطاطس مع البصل، وبرضه نديهم تقليبه مع بعض. حطينا التوابل وقلبناها مع البطاطس، وهبتدي احط اخر حاجه وهي هتكون معايا معلقه كبيره من معجون الطماطم، وهننزل بكوبايه من الميه السخنه عليه. ادي الصلصه، ولازم الميه اللي هنحطها تكون ميه سخنه. هنحط كوبايه كده من الميه السخنه، ونسيب الخليط اللي معانا دون بعد ما نجيبه تقليبه يغلي غلوتين، وبعد كده نطفي النار عليه. بعد ما حطينا الصلصه وحطينا كوبايه الميه السخنه، سيبنا البطاطس تغلي مع الصلصه دي او الصوص اللي احنا حطيناه دون، سيبناها تغلي غلوتين، وتعالوا نطفي النار ونشوف هنجمع الصينيه بتاعتنا ازاي. معانا البطاطس بتاعتنا اهي اللي احنا لسه عاملينها، ومعانا اللحمه المفرومه اللي حطينا عليها الخضار وتبلناها، وهجيب معايا صينيه. نبتدي بقى ناخد البطاطس وننزل في الصينيه كده بالبطاطس اللي معاها البصل والصلصه، ونبتدي ان احنا نهزها كده ونساوي السطح بتاعها كويس جدا بحيث نوزع البطاطس على الصينيه كويس. وزعنا البطاطس كويس جدا، وهبتدي بقى ان انا اجيب اللحمه المفرومه اللي احنا كنا عملناها، وابتدي ان انا احطها كده وابططها بحيث اعمل طبقه فوق البطاطس تبقى مفروده فوق الصينيه.
زي ما انتم شايفين فردنا اللحمه المفرومه اللي تبلناها على البطاطس، و يعني خلينا السطح بتاعها مستوي. هبتدي بقى ان انا يعني اغطيها وهحط عليها ورق فويل او ورق زبده، وهدخلها الفرن يعني نص ساعه كده، ونختبر البطاطس بشوكه او بسن السكينه، وبعد كده نشيل ورق الفويل من عليها ونشغل الشوايه بحيث الكفته بتاعتي او اللحمه المفرومه بتاعتي كمان تاخد لون حلو. نص ساعه نختبرها وبعد كده نشغل عليها الشوايه. هي العظيمه بتاعتنا اهي، البطاطس اللي بالكفته او باللحمه المفرومه طلعت من الفرن. اختبرنا البطاطس ان هي استوت بسن السكينه، وشغلنا الشوايه كمان شويه عليها، ونقدر كمان ندلعها كده وندلع الواد بان احنا نحط رشه من الجبنه موزاريلا وندخلها تاني تحت الشوايه تاخد بس الجبنه كده تسيح معانا، وبعد كده نطلعها. وادي الصينيه بتاعتنا اهي بعد ما طلعت من الفرن. عايزه اقول لكم ريحتها قلب البيت، طعمها خطير وريحتها تجنن، حاجه كده وهميه. تقدروا كمان تقدموها مع رز بشعريه، رز ابيض، حتى لو من غير رز خالص، ورمستوها بالعيش مع شويه سلطه او شويه مخلل. بجد رهيبه، سهله وسريعه، وهتعجب الولاد جدا جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط وسريع ويعجبكم ويعجب الولاد وتنفذوه. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.